المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن التدعيم بشكل عام ومقارنة بين طرق التدعيم المختلفة، وقلنا احنا طبعا هنتكلم عن التدعيم بالـ FRB، وقلنا هنبدأ كلامنا عن التدعيم في الانحناء، تدعيم الكمرات في الانحناء، وقلنا ان الكود متحمل لكم على الـ LMS. الكود فيه 6 افتراضات، اتكلمنا في 6، واخر افتراض ده هو قدامكم اللي قلنا ده الافتراض الخاص بالـ FRB، بيقول ان العلاقه بالستريس والسترين لينير من الزيرو لحد الكسر، خط المستقيم اللي انتم شايفينه ده، بعرف على الخط ده 3 نقط، نقطه الالتيميت وبعدين نقطه الستار. نقطه الستار هي بتساوي الالتيميت مضروبه في الانفايرومنتال ريدكشن فاكتور، زي ما وريتكم الاسبوع اللي فات، ده بيعتمد على نوع الالياف ودرجه تعرض المنشا للظروف الجويه. انما نقطه الستريس الفعلي بقى في الاف ار بي في الكاميرات اللي بدعم بيه الكاميرات، يعني هي النقطة E الإفكتيف، الاسترس المقابل ليها استرس FE، والسترين المقابل إبسلون FE على جاما F، وطبعا ميل الخط الـ E بتاعت الـ FRB EF، وبالتالي يبقى الإفكتيف استرس بيساوي اليانجز مودلس في الإفكتيف استرين على جاما F. ده كان الفرض السادس والأخير اللي احنا اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات. النهاردة إن شاء الله هديكوا كاميرا، انا مديكوا كاميرا اهي بالشكل ده، كاميرا خرسانة عادية خالص، مديكوا كل البيانات بتاعتها، العرض بي والتوتال هايت اتش والديبس دي طبعا والاريا اوف ستيل. الكاميرا دي ساعة الكسر زي ما انتم شايفين برسم لها شكلين، شكل الاسترين ديستريبيوشن اللي هو بيبقى لينير، ودوكوا شايفين الاسترين اللي في الخرسانة فوق ايبسلون سي، سي يعني كونكريت، وفي الستيل تحت ايبسلون اس، وارتفاع النيوترال اكسس سي. دي الحاله الاولانيه اللي هي قبل التدعيم، وطالما قبل التدعيم يعني ما فيش اف ار بي لسه. فده الشكل اللي في النص اللي هو الاسترين ديستريبيوشن. الشكل اللي على اليمين ده الفورس ديستريبيوشن، في كومبريشن سي سي وفي تنشن تي اس. الكاميرا دي قبل التدعيم هقول لك هاكل المومنت اللي تقدر تشيله. طبعا مساله خرسانه بثلاث تعريفه سهله جدا جدا يعني. طبعا بتكتب الايكوليبريم ايكويشن، الايكوليبريم ايكويشن بتاعت القطاع اللي هو الكومبريشن اللي على الخرسانه بيساوي التنشن اللي على الحديد، اهو سي سي بيساوي تي اس، كومبريشن اون كونكريت بيساوي التنشن على الستيل، كومبريشن اللي على الكونكريت بيساوي تلتين اف سي على جاما كونكريت في ايه في الاي في البي. احنا قبل التدعيم طبعا، فجاما كونكريت بواحد ونص. ليه واحد ونص؟ لان احنا بنصمم قطاعاتنا انها تبقى داكتايل فيلير، الاريا بتاعت الحديد اقل من البالانس سيكشن يعني، بيساوي تي اس، والتي اس بيساوي ايه؟ اس في اف يلد على جاما اس، وجاما اس 1.15 في الدكتايل فيلير. المعادله دي تلاقي عندك موجود فيها كل حاجه، الاف سيو بتاعت الخرسانه جيفن، جاما كونكريت 1.5، عرض القطاع بي موجود، الاريا بتاعت الحديد موجود. أنا ما بدعمش كاميرا مجهولة، كاميرا موجودة في الطبيعة يعني. فعندك كام سيخ وقطر سيخ قد إيه؟ عندك الأريا بتاعت الحديد، وبديك الجريد بتاع الحديد، لو قلت لك مثلا جريد 400 على 600 يبقى الرقم الأولاني اللي هو الإف ييل، وجاما إس 1.15. هتحل وتطلع الإي، وبعد ما تطلع الإي بتقول إن الألتيميت مومنت اللي تقدر تشيل الكاميرا ده تساوي التنشن اللي في الحديد إي إس في إف ييل على جاما إس في دي ماينس إي على الاتنين. كأنك بتاخد العزوم حوالين النقطة اللي بيأثر فيها الكمبريشن فوق، فيبقى المومنت اللي يقدر يشيل القطاع عبارة عن التنشن اللي تحت مضروب في المسافة بين التنشن والكمبريشن، المسافة بين التنشن والكمبريشن اللي هي دي ماينس اي على الاتنين، فيبقى ايه اس في اف يلد على جاما اس في دي ماينس اي على الاتنين، وايه انت جبتها من معادلة الاتزان. عايز تعمل تشيك انه داكتايل فيلير وان الحديد اللي موجود اقل من البالانس سيكشن، سهله تقدر تطلع الابسلون ييلد وتتاكد ان هي ابسلون اس، وتتاكد ان هي اقل اكبر من ابسلون ييلد، تتاكد ان هو قطاع اندر انفورسد سيكشن. ده المومنت اللي بنقدر نجيبه للكاميرا بيفور سترينسنج، قبل التدعيم، قبل التدعيم. ودي مساله خرسانه بسيطه وسهله جدا ما فيهاش اي مشكله. نيجي بقى بعد التدعيم، ده المهم. بعد التدعيم، بعد التدعيم ادي شكل الكاميرا على الشمال، هي نفس الكاميرا اللي فاتت ما اتغيرتش.
الاريا بتاعت الحديد اي اس، مديك عدد الاسياخ اللي فيها ومديك الدبس والاتش والعرض بتاعها. كل اللي زاد بس ان انا دعمتها بالاف ار بي اللي انت شايفه باللون الاحمر ده، الاف ار بي اللي انت شايفه في قطاع الكاميرا باللون الاحمر، وطبعا بنحطه في التنشن سايد ان الاف ار بي بيشيل تنشن. فديك شايف الاف ار بي ملزوق على الكاميرا في التنشن سايد بتاعها. الاف ار بي اللي احنا حاطينه اللي انت شايفه ده عرضه بي اف، البي بتاع الاف ار بي بيساوي عرض الكاميرا، بي اف بيساوي عرض الكاميرا. على فكره ممكن يكون اقل منه، انما احنا يعني في الكيس بتاعتنا دي احنا واخدين البي اف بيساوي البي. وسمك الاف ار بي عباره عن ان في تي اف، ان ده عدد الطبقات بتاعت التدعيم، وتي اف سمك الطبقه الواحده. انا ممكن ادعم بطبقه واحده باثنين بثلاثه باربعه بخمسه زي ما انا عايز. فهديك سمك الطبقه الواحده واديك عدد الطبقات. لو ما قلتلكش في المساله عدد الطبقات بكام يبقى بواحد. لو في مساله ما اديتكش عدد الطبقات يبقى بتفترضها بواحد طبعا. انما لو اي عدد تاني 2 3 4 لازم اكون قايل. وبالتالي يبقى السمك الكلي بتاع الاف ار بي عباره عن عدد الطبقات في سمك الطبقه الواحده. فدي الرسمه اللي على الشمال اللي هي شكل الكروس سيكشن بتاع المقطع. الرسمه اللي في النص هي رسمه الاسترين ديستريبيوشن اللي لازم يكون لينير. في واحد من الافتراضات السته كان بيقول كده، رجع للمحاضره اللي فاتت. طبعا لما بدعم الكاميرا بالاف ار بي تحت، فبتحط ماده اللي هي الاف ار بي بتشيل شد عالي قوي، كانك حطيت كميه حديد كبيره تحت تشيل شد. فمشكله التدعيم ان القطاع الانهيار بتاعه بيتحول من داكتايل فيلير لبريتل فيلير. يعني ايه بريتل فيلير؟ يعني الاسترين اللي فوق بتاع الخرسانه بيوصل لثلاثه في الالف 0.003، ده الاسترين بتاع الكراشنج. فلازم تفترض اللي هو المودو فيلير بيبقى بريتل، يعني كراشنج فيلير. وهنعمل تشيك على الفرض بتاعنا ده في اخر المساله. فالاسترين اللي في الخرسانه ديكم شايفينه 0.003. هنفترض ان الحديد مش هيوصل لليل، فالاسترس اللي فيه ابسلون، الاسترس اللي فيه اف اس والاسترين ابسلون اس لسه ما وصلش لليل، هيتضاف علينا تحت في سترين الافكتيف في الاف ار بي، يعني في ابسلون اف اي. طبعا جزء قبل التدعيم ما كانش فيه اف ار بي، انما بعد التدعيم بيبقى عندي الاف ار بي. طبعا الحديد النيوترال اكسس على بعد سي زي ما انتم شايفين، الحديد على بعد دي ماينس سي، دي اللي هو الدبس بتاع القطاع، والاف ار بي على بعد اتش ماينس سي، اتش ماينس سي زي ما انت شايف كده. دي الرسمه اللي في النص، مهمه جدا رسمه الاسترين ديستريبيوشن لان هستعين بيها كتير. الرسمه اللي على اليمين خالص دي رسمه الفورس ديستريبيوشن. عندي ثلاثه فورسز، برضو الكومبريشن اللي على الخرسانه فوق، كومبريشن بلوك اللي هو ارتفاعه ايه، تعرفين ايه بيساوي بوينت 8 سي. انما تحت هيبقى عندي اتنين تنشن، مش تنشن واحد زي قبل التدعيم، لا عندي اتنين تنشن، تي اس اللي هو التنشن اللي في الحديد، وتي اف اي اللي هو الافكتيف تنشن في الاف ار بي. يبقى الفرق بين الحاله قبل التدعيم وبعد التدعيم، هنا زاد لي الاف ار بي وبالتالي زاد لي التنشن بتاعه. وبالتالي يبقى دول التلات رسومات المهمين جدا اللي لازم تحطهم في البدايه قدامك في اي مساله بتحلها، هو رسمه الكاميرا ورسمه الاسترين ديستريبيوشن ورسمه الفورس ديستريبيوشن. احنا برضو ما عندناش غير المعادله بتاعه اتزان القطاع، قطاع متزن ما بيتحركش لا يمين ولا شمال. كون القطاع متزن يبقى الكومبريشن اللي فوق بيساوي مجموع التنشن اللي تحت. يعني الكومبريشن اللي على الخرسانه فوق سي سي كومبريشن الكونكريت بيساوي مجموع الاثنين تنشن اللي تحت اللي هو التنشن اللي على الحديد زائد الافكتيف تنشن اللي على الاف ار بي. وبالتالي تبقى الايكوليبريم ايكويشن اللي شايفينها اهي، سي سي بيساوي تي اس زائد تي اف اي. هناخد كل واحد من الثلاث رموز دول ونطلعه لوحده. تعال نمسك الاول الكومبريشن اللي على الخرسانه. الكومبريشن اللي على الخرسانه بيساوي تلتين اف سي على جاما كونكريت في الاي في البي. تعرفين الاي بيساوي بونت 8 السي، السي اللي هو ارتفاع النيوترال اكسس، فتشيل الاي وتحط مكانها بونت 8 السي. وبالتالي يبقى الكومبريشن اللي على الخرسانه هيبقى بدلاله السي، لان التلتين ده رقم، الاف سي يو بتاعت الخرسانه عندي، جاما كونكريت هنا بعد التدعيم وانا فارض انه بريتل فيلير، فهناخدها 1.7 من 10 مش 1.5 زي قبل التدعيم، اوعى تنسى
كما كونكريت هنا 1.7، لان البريتل فيلير بيبقى اخطر، فبنزود الفاكتور اوف سيفتي بتاعه شويه. فجاما كونكريت 1.7 بعد التدعيم، دي اللي كانت 1.5 قبل التدعيم، مضروبه في الاي في البي. قلت لك حط الاي بيساوي بونت اس سي، والبي اللي هو عرض الكمر، وبالتالي يبقى الكومبريشن اللي على الكونكريت زي ما انت شايف المعادله بتاعته كده، في الاخر هتطلع بدلاله السي، ما فيهاش مجهول غير السي. السي ده اللي هو ارتفاع النيوترال اكسس. طب حلو قوي. التنشن اللي على الحديد تي اس، انا قلت لكم هفترض ان الحديد مش هيوصل لليد. ليه مش هيوصل لليد؟ لان انا حاطط ماده بتساعده اسمها الاف ار بي، بتشيل شد معاه، تشيل جزء كبير من الشد. فهفترض ان الحديد مش هيوصل لليد، وهعمل تشيك على الفرض بتاعي ده في اخر المساله زي ما قلت لك، لان فرض انه بريتل فيلير. قبل التدعيم كان داكتايل، انما بعد التدعيم اللي احنا فيه دلوقتي بريتل فيلير. وبالتالي يبقى التنشن اللي في الحديد تي اس عباره عن اي اس في اف اس. طبعا اي اس في اف اس اي اس في اف اس انا مش حاطط جاما ييل، الجاما اس بتاعت الحديد. ليه مش حاططها؟ لان مش حاطط الاف ييل. الجاما دي بنحطها لما كنت بحط الاف ييل دايما فوق قبل التدعيم، فارض ان الحديد وصل ييلد، فبقول اف ييلد على جاما اس. انما هنا حاطط اف اس، وفارض المره الثانيه اهو بقولها لك ان الحديد مش هيوصل ليه، فيبقى الفورس بيساوي الاريا بتاعت الحديد في الاسترس اللي في الحديد، وانا فارض ان الاف اس ده اقل من الاف ييلد، عشان كده ما قسمتش على جاما. وزي ما قلت لك مره العاشره هعمل تشيك على الفرض بتاع ده في اخر المساله. يبقى التنشن اللي على الحديد بيساوي الاريا بتاعت الحديد في الاسترس اللي في الحديد، اي اس في اف اس. الاريا بتاعت الحديد اي اس، انا هديك عدد السياخ اللي في الكاميرا اللي انا هدعمها وقطر السيخ، فالاي اس موجود. الاف اس اللي على الحديد، انتوا عارفين الاسترس بيساوي اليانجز مودلس في الاسترين. في الاسترس اللي على الحديد بيساوي اليانجز مودلس اي اس في الاسترين اللي هو ايبسلون اس اللي في الحديد. اليانجز مودلس بتاع الاف ار بي بتاع الحديد، اليانجز مودلس بتاع الحديد بناخده من كود الخرسانه، موجود في الباب الثاني، المفروض ان انتوا حافظينه، عملتوا ديزاين خرسانه قبل كده. يانجز مودلس ده بيساوي 200,000 نيوتن بير مليمتر سكوير، لازم تكون حافظ الرقم ده كويس. يانجز مودلس بتاع سياخ الحديد اللي بيديها لنا الكود المصري للخرسانه 200,000 نيوتن على المليمتر سكوير. 200,000 نيوتن على المليمتر سكوير، يعني 2 قدامها 5 اصفار. لازم تكون حافظه. فده اليانجز مودلس بتاع الحديد اي اس. طب الاسترين بتاع الحديد ايبسلون اس، هاتوا من الرسمه اللي في النص اهي. الاسترين بتاع الحديد ايبسلون اس، بص كده من تشابه المثلثات، هيساوي الاسترين اللي في الخرسانه فوق اللي هو بوينت او او 3، لان انا فارض ان الخرسانه واصله للكراشنج بريتل فيلير، مضروب في ايه؟ دي ماينس سي على السي. الاسترين بتاع الحديد على الاسترين بتاع الخرسانه بيساوي ارتفاع ضلع المثلث ده على ارتفاع ضلع المثلث ده، تشابه مثلثات زي ما انت شايفه كده قدامك عادي خالص في الرسمه اللي في النص. يبقى ايبسلون اس بيساوي 0.003 في دي ماينس سي على سي. اي حطيت ايبسلون اس 0.003 في دي ماينس سي على سي. وبالتالي يبقى في الاخر خالص التنشن اللي في الحديد عباره عن الاي اس الاريا بتاعت الحديد ديفن في اليانجز مودلس اي اس 200,000 نيوتن بير مليمتر سكوير، في الاسترين اللي في الحديد اللي هو 0.003 في دي ماينس سي على سي. الدي الدبس بتاع القطاع جيفن. وفي الاخر هتلاقي يبقى التنشن اللي في الحديد تي اس فانكشن برضه في السي. يبقى كده الكومبريشن اللي في الخرسانه فانكشن في السي، شلت الاي وحطيت مكانها بوينت اتش سي، وكمان التنشن اللي في الحديد بدلاله السي. تيجي للجزء الثالث من المعادله اللي هو تي اف اي، افكتيف تنشن في الاف ار بي. زي ما انت شايف قدامك الافكتيف تنشن في الاف ار بي عباره عن الاريا بتاعت الاف ار بي في الافكتيف ستريس. الاريا بتاعت الاف ار بي اديتها لك اهي من الرسمه، عباره عن عرض الاف ار بي بي اف، ان انا لو مديتهولكش في المساله هتاخده بيساوي عرض الكاميرا الخرسانيه بي اف بيساوي بي، انما لو اديتهولك اقل من العرض خد اللي انا بديهولك، انما لو مديتهولكش خد عرض الاف ار بي بيساوي عرض الكاميرا الخرسانيه. فده العرض.
هتضرب العرض ده في السمك بتاع الـ FRB اللي هو N في TF، N عدد الطبقات و TF سمك الطبقة الواحدة. لو ما قلتلكش عدد الطبقات هتاخده بواحد، يبقى دي الاريا بتاعت الـ FRB AF. الـ Effective Stress في الـ FRB، اوعى تنسى الفرد السادس اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات وبدينا بيه محاضرتنا النهاردة، عبارة عن اليانجز مودلس على الاف ار بي في الافكتيف سترين على جاما اف. جاما اف هنا الجاما بتاعت الاف ار بي هبقى انا مديها لك تبقى 1.7، واليانجز مودلس اي اف بتاع الاف ار بي هديهولك، انا مش هدعم بمادة مجهولة، لازم مادة الاف ار بي اللي هدعم بيها خواصها موجودة، وهبقى اوريك سولفد اكزامبل على كده. مظروف في الافكتيف ستريس في الاف ار بي، الافكتيف ستريس في الاف ار بي بقى بيساوي، هاتوا بقى من نفس الرسمه، رسمه السترين اللي هي في النص دي، اديك شايف تحت الافكتيف سترين في الاف ار بي، هاتوا من تشابه المثلثات برضو الافكتيف سترين في الاف ار بي بيساوي 0.03 في اتش ماينس سي على سي، اتش اللي هو التوتال هايت ناقص سي على سي. وبالتالي لو ركزت بقى في معادله الافكتيف تنشن في الاف ار بي هتساوي في الاخر اي اف في اي اف على جاما اف كلهم جيفن في 0.03 في اتش ماينس سي على سي، اتش اللي هو التوتال هايت بتاع القطاع جيفن، هيبقى برضو المجهول الوحيد سي. وبالتالي معادله الاتزان الايكوليبريم ايكويشن ديت اللي هي اهم حاجه عندي، الكومبريشن اللي على الخرسانه بيساوي مجموع التنشن على الحديد والاف ار بي، هتشيلهم وتعوض عنهم بالثلاث دلالات بقى اللي قدامك دول. انا جبت لك الكومبريشنال على الخرسانه والتنشنال على الحديد والتنشنال على الاف ار بي زي ما انت شايفهم كده، خليك فاكر المعادلات دي كويس قوي، كلهم بدلاله السي، كلهم الثلاثه بدلاله السي، كومبريشن اهو بدلاله السي والتنشن اللي في الحديد والتنشن اللي في الاف ار بي، هتلاقي سي في البسط وفي المقام، دي ناقص سي على سي واتش ناقص سي على سي موجوده في البسط والمقام، وهو ده المجهول الوحيد اللي هو السي. عوض بقى، شيل الكومبريشن والتنشن والتنشن، حط مكانهم القيم اللي انت شايفها دي، هطلع لك معادله في سي، بس معادله فيها سي بسط ومقام. اضرب المعادله كلها في سي، اضرب المعادله كلها في سي، اديك معادله من الدرجه الثانيه في سي. تاني دي اهم معادله هتطلع لك، معادله من الدرجه الثانيه في سي. هتحلها. ممكن يطلع ليها حل بوزيتيف وحل نيجاتيف، هتاخد الحل البوزيتيف طبعا. ممكن يطلع ليها 2 سي بوزيتيف، واحد جوه القطاع وواحد بره القطاع، بتاخد اللي جوه القطاع. المهم انها معادله من الدرجه الثانيه في سي، هتحلها وتطلع السي. السي ده بعد هيطلع لك بالملي. السي ده بعد هيطلع لك بالملي. فلما يطلع لك السي ترجع تقدر تعوض بقى وتطلع الكمبريشن اللي في الخرسانه والتنشن اللي في الحديد والتنشن اللي في الاف ار بي كقيمه بالنيوتن. طبعا شغالين مساله نيوتن بير مليمتر، نيوتن ملي يعني. يعني خدنا اليانجز مودلس في الحديد 200,000 نيوتن بير مليمتر سكوير، وهتلاقيني برضو مديك اليانجز مودلس على الاف ار بي بنفس الوحدات. فيبقى لو عوضت بالسي في الثلاث معادلات دول تقدر تطلع الفورسز اللي هي القوة، سواء في الخرسانه او في الستيل او في الحديد، في الستيل او في الاف ار بي بالنيوتن على طول. طيب طلعت الثلاث حاجات دول، طلعت الثلاث حاجات دول. طبعا عايز اقول لك ان الجاما اللي احنا بنشتغل بيها في الدكتايل فيلير هي على اليمين خالص، الدكتايل فيلير اللي على اليمين الشكل ده موجود في الكود اللي هو علاقه الجامات بالسترين اللي في الحديد. لما يبقى دكتايل فيلير يعني الاسترين كبير قوي، جاما كونكريت بواحد ونص وجاما ستيل بواحد وخمسة من 1/15 والجاما بتاعت الاف ار بي بواحد ونص. طبعا بس احنا قبل التدعيم ما بنحطش اف ار بي فما بيهمنيش الرقم ده. انما على الشمال خالص بعد التدعيم لما بيبقى بريتل فيلير باخد جاما كونكريت 1.7 وجاما بتاعت الاف ار بي 1.7 نفترضها الشيتس يعني، والستيل باخده 1.32. المفروض ان انا بعمل ثلاث تشيكات، هنرجع للتشيكات دي بعد شويه. المهم ان انا بعد ما طلعت الكومبريشن اللي في الكونكريت والتنشن اللي في الحديد والتنشن اللي في الاف ار بي، تقدر تطلع المومنت اللي يقدر تشيله القطاع بعد التدعيم دلوقتي، عباره عن التي اس، الفورسز اللي في الاف ار بي، الفورسز اللي في الحديد مضروبه في ذراع العزم اللي هو دي ماينس اي على 2، زائد الافكتيف تنشن اللي في الاف ار بي مضروبه في اتش ماينس اي على 2. يعني انت في الشكل الفورسز اهو
لو خدت العزوم حوالين نفس النقطة اللي هي النقطة اللي بيأثر فيها الكمبريسر هيساوي التنشن اللي في الحديد تي اس في البعد بينهم، يبقى تي اس في دي ماينس اي على الاثنين زائد الافكتيف تنشن اللي في الاف ار بي في اتش ماينس اي على الاثنين. وانت حليت وجبت التنشن اللي في الحديد والتنشن اللي في الاف ار بي، وبالتالي يبقى تقدر تجيب المومنت الالتيميت مومنت اللي يقدر يشيله القطاع الخرساني بعد التدعيم. طبعا لازم تعمل تشيك بينك وبين نفسك كده ان المومنت ده اكبر من مومنت قبل التدعيم. انا بدعم عشان ازود المومنت اللي القطاع بيقدر يشيله. في ناس بيحصل عندهم اخطاء وحتى ما بيكتبليش نوت ان عنده خطا حسابي في المساله، ممكن يطلع المومنت قبل التدعيم 300 وبعد التدعيم 200 وما عندوش مشكله خالص. لا طبعا المومنت بعد التدعيم لازم يكون اكبر من المومنت قبل التدعيم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي ريكومنديشن يعني توصيه، ان المومنت بعد التدعيم على المومنت قبل التدعيم يكون اقل من 1.4، اقل من او يساوي. ده ريكومنديشن. ليه الشرط ده؟ لان احنا لو زودنا المومنت اول اللي يشيله القطاع وجالا قدر الله حصل حريقه والاف ار بي فك من الخرسانه، بيحصل كاتاستروفيك فيلير في القطاع، يعني انهيار كارثي. يعني تخيلوا ان لو عندي كاميرا بتشيل مومنت 30 ودعمتها بالاف ار بي بقى تشيل مومنت 60 الضعف، وفجاه الاف ار بي فك من الخرسانه بسبب الحريق وهي عليها اللود اللي اديها مومنت 60، طبعا هتنهار انهيار كارثي. فده ريكومنديشن لو انا مش عامل فاير ريزيستنس، لو انا مش عامل فاير سيستم مقاومه للحريق في الاف ار بي. ودي طبعا احد عيوبه ان انا لازم اعمل له سيستم مقاومه ضد الحريق. والعيب الثاني ان هو بيقلب الفيلير مود بتاع القطاع من داكتايل لبريتل فيلير. لحد كده انا جبت المومنت بعد التدعيم والمومنت قبل التدعيم. لحد النقطه دي اللي عنده اي سؤال يا شباب يفتح السبيكر ويسالني. لحد النقطه دي ازاي نجيب المومنت اللي قبل التدعيم اللي هي مساله خرسانه سهله والمومنت اللي بعد التدعيم، يفتح السبيكر ويسالني. تمام. طب الثلاث شكات اللي بيقول عليهم الكود بيقول لي في ثلاث شكات لازم تعملهم. الثلاث شكات دول بتشك الاولاني بقى، احنا طلعنا التنشن اللي في الحديد، التنشن اللي في الحديد تي اس. التي اس ده لما تقسمه على الاريا بتاع الحديد يديك الاف اس. اعمل لي تشك ان الاف اس ده اقل من او يساوي الاف ييلد على جاما اس، وجاما اس هنا 1.32 زي ما قلت لك، دي اول مره يظهر جاما اس فيها. اف اس يكون اقل من او يساوي اف ييلد على جاما اس. لو التشيك ده اتحقق يبقى انا الشغل بتاعي كله صح. طب لو التنشن، لو التشيك ده ما اتحققش، يعني الاستريس اللي في الحديد وصل لليلد، انا ممكن اكون حاطط تدعيم اف ار بي خفيف، الحديد اللي عندي يوصل لليلد، ساعتها هناخد نعمل ايه بقى في المساله؟ هناخد التنشن اللي في الحديد بيساوي ايه؟ اي اس في اف ييلد على جاما اس، وجاما اس هنا لان طالما الحديد ما وصلش لليل ده هاخده 1.15 زي ما انت شايف قدامك. ده لو التشيك ما اتحققش الاولاني اللي هو بتاع الاستريس اللي في الحديد. يبقى تي اس عندك هيطلع لك رقم بالنيوتن، لان عندك الاريا بتاعت الحديد اي اس، وعندك الاف ييلد، وعندك جاما اس، ساعتها هتبقى 1.15. يبقى تي اس برقم، يبقى في معادله الاتزان الكمبريشن اللي على الخرسانه هيبقى بدلاله السي، والتنشن اللي في الاف ار بي بدلاله السي، انما التي اس هيبقى برقم مش بدلاله السي. وبالتالي هدي كانها معادله جديده من الدرجه الثانيه في سي، هتحلها وتطلع السي ومنها تطلع المومنت بقى بتاعك. ده يعني ده لو التشيك ده ما اتحققش. فمهم قوي تبقى عارف ان التشيك ده لو ما اتحققش تعمل ايه. طبعا ده اهم تشيك فيهم، لان انا حالل المساله بتاعتي من البدايه وفارض بريت الفيلير، لازم اعمل تشيك ان الاستريس اللي في الحديد اقل من اليلد اف ييلد على جاما اس. لو اتحقق خلاص اوكي، يبقى انا شغلي صح والمومنت اللي انا طلعته للكاميرا صح. انما لو ما اتحققش ارجع احل المساله تاني بتاعت معادله الاتزان، بس التي اس هنا هيبقى برقم بالنيوتن، الرقم ده بيساوي ايه؟ اي اس في اف ييلد على جاما اس، وجاما اس 1.15، مش هيبقى بدلاله السي خالص اللي هو التنشن اللي في الحديد. ده اللي تشيك الاولاني.
التشيك التاني الافكتيف تنشن على الاف ار بي، انت هتطلع الفورس اللي على الاف ار بي قسمها على الاريا بتاعته يديك الافكتيف تنشن اللي في الاف ار بي، تاكد ان هو اقل من او يساوي الالتيميت ستريس الستار بتاع الاف ار بي على جاما اف، جاما اف 1.7 والافكتيف فور الافكتيف ستريس الستار الالتيميت ستريس الستار عباره عن الالتيميت ستريس مقاومه الشد بتاع الاف ار بي مضروبه في السي اي اللي هو الانفايرومنتال ريدكشن فاكتور، وانا كلمتكم في المحاضره اللي فاتت على الانفايرومنتال ريدكشن فاكتور بنطلعه من الجدول اللي وريته لكم المحاضره اللي فاتت. اللي تشيك ده دايما اللي هو الاستريس في الاف ار بي ده دايما بيتحقق وبيبقى سيف قوي، التشيك الاولاني دايما اللي بيبقى كريتيكال يعني. اللي تشيك التالت وده تشيك مهم جدا، هات الافكتيف تنشن اللي في الاف ار بي الافكتيف سترين في الاف ار بي اللي هو 0.03 في اتش ماينس سي على سي، وانت جبت السي طبعا فجبت الاسترين اللي في الاف ار بي، اتاكد انه اقل من بي ام في الاسترين الستار، طبعا الاسترين الستار ده عباره عن الالتيميت سترين في الاف ار بي ده هيبقى جيفن طبعا من خواصه مضروبه في السي اي زي ما اتفقنا قبل كده، نقطه الستار الفروض السته اخر فرد مضروبه في الكي ام. ايه كم ايه كي ام ده؟ ده اسمه الديبوندنج او الديلامينيشن ريدكشن فاكتور، عشان الاف ار بي ما يفكش من سطح الخرسانه لازم التشيك ده يتحقق. الكي ام ده ريدكشن فاكتور بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجه كده بنقول عليها قوه الاف ار بي عباره عن ان في اي اف في تي اف، ان عدد الطبقات وتي اف سمك الطبقه الواحده واي اف اليانجز مودلس بتاع الاف ار بي. كل ما بيزيد قوة الـ FRB كل ما الـ KM ده بيقل، أقصى حاجة ليه 0.9. في معادلة بتديها لك في الكود وهوريك المعادلة دي دلوقتي. المهم إن الـ KM ده Reduction Factor رقم أصغر من الواحد، أنا في المسائل هبقى مديهولك بس أنا بقولك عشان تعرف تطلعه إزاي من الكود، في معادلة بتديهولك في الكود بيكون أقل من أو يساوي 0.9. فعشان تتأكد إن الـ FRB مش هيفك من سطح الخرسانة سواء دي بوندنج أو ديلامينيشن لازم تعمل التشيك ده، تقول الافكتيف سترين في الاف ار بي يكون اقل من او يساوي الكي ام اللي هو الريدكشن فاكتور ده اللي بنسميه ديبوندنج اور ديلامينيشن ريدكشن فاكتور مضروبه في الالتيميت سترين الستار. الالتيميت سترين الستار هو الالتيميت سترين مضروب في الانفايرومنتال ريدكشن فاكتور. هنا بس تبقى فاهم يعني ايه ديبوندنج ويعني ايه ديلامينيشن، هو الاثنين معناهم ان الاف ار بي هيفك من سطح الخرسانه، بس في فرق بين كلمه ديبوندنج وديلامينيشن. انا رسم لك الكاميرا الخرسانه اهو اللي انت شايفها قدامك دلوقتي، الرسمه اللي على الشمال ده ديبوندنج، يعني ايه ديبوندنج؟ يعني الاف ار بي ممكن يفك من سطح الخرسانه لوحده بطوله، يعني الاف ار بي يفك بس من سطح الخرسانه زي ما انت شايف الرسمه اللي على الشمال ديبوندنج. انما الرسمه اللي على اليمين اللي هي الديلامينيشن معناها ان الاف ار بي هو بيفك من سطح القطاع الخرساني، خد معاه طبقه الكفر. ودينا رسم لك الرسمة هي كروس سيكشن والإليفيجن بتاع الكاميرا كمان. رسمة الإليفيجن رسم لك الحديد دوتي ده هو. فواضح شكل الكسر. كلمة ديلامينيشن يعني الـ FRB هو ما بيفك من الخرسانة بياخد معاه طبقة الكفر. ادي هتلاقيها حتى موجودة عندك في الكود اللي انا مديهولك في صفحة 129. الديلامينيشن اللي هو انفصال الغطاء الخرساني. اهو اديك شايف الرسمة اهي. الديلامينيشن ادي الاف ار بي اللي هي لونه اسود قوي تحت ده في التنشن سايد بتاع الكاميرا، لما فك من سطح الخرسانه خد معاه طبقه الكفر. فده اللي هو الديلامينيشن. انما الديبوندنج اديك شايفه الرسمه اللي على الشمال ده معناها ان الاف ار بي بيفك من سطح الخرسانه، وبالتالي لازم اعمل التشيك ده مهم جدا. التشيك التالت ده اللي هتطمن بيه ان الاف ار بي مش هيفك من سطح الخرسانه سواء فك ديبوندنج او فك ديلامينيشن. يبقى دلوقتي بس كسؤال نظري صغير هتلاقيه موجود في الشيت، لما اجي اقول لك الكاميرا الخرسانه دي قبل التدعيم ايه هي المود اوف فيلير بتاعها، ايه شكل الانهيار بتاعها، وبعد التدعيم شكل الانهيار بتاعها ايه. قبل التدعيم يا شباب دي مساله خرسانه، قبل التدعيم دي مسألة خرسانة، مسألة عادية خالص. ايه المودز اوف فيلير بتاع القطاع؟ يا اما كراشنج للخرسانة فوق يا اما ييلدنج للحديد تحت. دي اشكال انهيار الكاميرا الخرسانة قبل التدعيم، ده من معلوماتكم
قيمه في الخرسانه يعني المودو فيلير، الكاميرا بتتكسر يا اما كراشنج لو اوفر انفورسد بريت الفيلير يعني، يا اما ييلدنج داكتايل فيلير. فده قبل التدعيم. بعد التدعيم الكاميرا هتتكسر ازاي؟ اربع طرق، اربع اشكال انهيار. نفس الاثنين اللي فاتوا، ممكن يحصل كراشنج للخرسانه، ممكن يحصل ييلدنج للحديد برضو عادي خالص، انما في شكلين هيتضافوا دول خاصين بالاف ار بي. الشكل الاولاني ان الاف ار بي اللي هو متعرض للشد يتقطع بالشد، يتقطع، فده بنسميه رابتشر. رابتشر يعني قطع الشد، رابتشر ار يو بي تي يو ار اي، رابتشر. رابتشر يعني الاف ار بي يتقطع بالشد، زي ما الحديد كده معرض لشد ويوصل لليل، الاف ار بي المعرض لشد ممكن يحصل له قطع يوصل لمقاومه القصر، رابتشر للاف ار بي. الشكل الثاني للاف ار بي عباره عن ايه؟ ان الاف ار بي يفك من سطح الخرسانه. وكلمه يفك دي لازم تقول لي بقى ديبوندنج او ديلامينيشن بالرسمتين اللي انتوا شايفينهم دول، رسمه الديبوندنج ورسمه الديلامينيشن. ديبوندنج يعني الاف ار بي هيفك لوحده من سطح الخرسانه، والديلامينيشن هيفك ومعاه طبقه الكفر. وبالتالي يبقى الكاميرا بعد التدعيم ليها اربعه مودز اوف فيلير، يا اما كراشنج اوف كونكريت، يا اما ييلدنج اوف ستيل، يا اما رابتشر للاف ار بي. رابتشر يعني قطع الشد المعرض لشد وصل لمقاومه القصوى. يا اما الشكل الرابع ايه؟ انه يفك من سطح الخرسانه. وكلمه يفك دي ليها شكلين، ديبوندنج او ديلامينيشن، وديني علمتك الفرق ما بينهم. يبقى اللي احنا عملناه دلوقتي يا شباب، اللي احنا عملناه دلوقتي، ادي كاميرا خرسانه جبت المومنت اللي تقدر تشيله قبل التدعيم، وجبت المومنت اللي تقدر تشيله بعد التدعيم، وعملت ثلاث شكات. التشيك الاول، التشيكات دي بيقول عليها الكود، مهمه جدا هتقراها في الكود في الباب الرابع. التشيك الاولاني تشيك الاستريس اللي في الحديد، ولو ما اتحققش عرفت اعمل ايه. التشيك الثاني اللي تشيك بتاع الاف ار بي، طبعا ده بيحقق جامد قوي، ولو ما حققش ازود سمك الاف ار بي. والتشيك الثالث اللي هو التشيك بتاع الديبوندنج او الديلامينيشن بتاع الاف ار بي. دول الثلاث اشكال. يبقى احنا كده جبنا المومنت يقدر يشيله القطاع قبل وبعد التدعيم، وعملنا الثلاث تشيكات بتوعنا المهمين قوي، اللي هو تشيك 1 وتشيك 2 وتشيك 3. لحد النقطه دي يا شباب، اللي عنده اي سؤال قبل ما نقول سولفد اكزامبل يفتح السبيكر ويسالني. تمام. طيب قبل ما نحل مع بعض سولفد اكزامبل بالارقام، والسولفد اكزامبل ده على فكره انا حاططه لكم دلوقتي على ال ام اس، يعني النهارده وانت بتذاكر المحاضره مطلوب منك بعد ما تذاكرها حل السولفد اكزامبل وطلع نفس الارقام، تبقى كده ذاكرت المحاضره 100 100. قبل ما اشرح لكم السولفد اكزامبل بقول لك ماذا لو. ساعات لما بنيجي ندعم كاميرا خرسانه يا شباب، ساعات واحنا بنيجي ندعم كاميرا خرسانه، طبعا احنا بندعم منشا يعني عاده ممكن يكون قديم شويه، ممكن الاقي الحديد اللي فيه مصد كله كومبليتلي كورودي. لما تيجي تكشف عن الحديد وتلاقيه كله مصدي، وبالتالي اللي هيشيل التنشن الاف ار بي بس، تطلع المومنت اللي يقدر يشيله الكاميرا ازاي؟ نفس اللي احنا عملناه، بس حط ايه اس بزيرو، ما هو الحديد صد ما فيش حديد، ايه اس بزيرو، يبقى تي اس كمان بزيرو، يبقى معادل الاتزان هتبقى بايه؟ التنشن اللي على الكومبريشن اللي على الخرسانه فوق هيساوي الافكتيف تنشن على الاف ار بي اللي تحت. دي معادله بداله السي، زي ما قلنا هتجيب منها السي، لما تجيب السي يبقى المومنت عباره عن ايه؟ التنشن اللي تحت اللي في الاف ار بي، لان مفيش حديد، في اتش ماينس اي على الاثنين. فده لو انا قلت لك في المساله ان الحديد از كومبليتلي كورودد، حديد از كومبليتلي كورودد يعني حديد مصدي خالص. طب افرض ان انا ما دعمتش الكاميرا الخرسانه باف ار بي، دعمتها ببليت حديد، بليت حديد العرض بتاعه هو عرض الكاميرا والسمك بتاعه هو تي اس، هو خلاص بقى نفس القصه. يعني لو الحديد مصدي وانا دعمت الكاميرا ببليت حديد، هيبقى الكومبريشن اللي على الخرسانه فوق هيساوي التنشن اللي على الحديد تحت، التنشن على الحديد تحت بيساوي اس في اف يلد على جاما اس. هنا الاي اس مش سياخ حديد، ده بليت خرسانه، فالاريا بتاعته ايه؟ بي اف تي اس اللي هو العرض في التخانه. اوعى تنسى لما تيجي تجيب المومنت بعد ما تجيب الاي، طبعا عباره عن اي اس في اف يلد على جاما اس في اتش ماينس اي على الاثنين، مش دي بقى لان
الاسياخ لما كانت جوه الخرسانه كانت على بعد الدبس دي، انما لما بتحط بليت اف بليت ستيل على سطح الخرسانه بيبقى على بعد اتش، اتش ماينس اي على الاثنين. طبعا خلي بالك في الاف ار بي وفي الستيل سواء بليت اف ار بي او بليت ستيل احنا بناخد اتش، ما بزودش عليها نص السمك بتاع البليت سواء اف ار بي او ستيل، لان ابعاد الاف ار بي وابعاد بليت الحديد صغيره بالنسبه لابعاد قطاع الخرسانه، فباخد الاتش بس على طول، اتش ماينس اي على الاثنين. فده كفكره مساله لو انا قلت لك الحديد بتاع اللي في الكاميرا مصدي خالص، او دي فكره تانية ان انا لو قلت لك ان الكاميرا الخرسانه مدعمه ببليت حديد، الحديد اللي فيها مصدي ومدعمه ببليت حديد طبعا هيتحط في التنشن سايد تحت. تعالوا بقى ناخد مساله، انا مديك مساله اهو، مديك كاميرا خرسانه العرض بتاعها 25 سنتي زي ما انت شايف، التوتال هايت بتاعها 70، كاميرا 25 في 70 يعني، الدبس بتاعها 65 سنتي يعني الكفر 5 سنتي، مديك بيانات الخرسانه وبيانات الحديد على اليمين اهو، طبعا لازم تبقى جيفن، الاف سي يو بتاعت الخرسانه 25 ميجا باسكال، الستيل الجريد بتاعه 400 على 600 يعني الييلد بتاع الحديد 400، مديك السي اي والكي ام، السي اي اللي هو الانفايرومنتال ريدكشن فاكتور 0.9، تلك ده بنجيبه من الباب الثالث في الكود، بيعتمد على نوع الالياف ودرجه تعرض المنشا للظروف الجويه، والكي ام ده اللي هو الديبوندنج فاكتور اللي كلمتك عنه النهارده، بيديك قيمه الاثنين، ومديك بيانات الاف ار بي اللي هو الخط الاسود الثقيل اللي في التنشن سايد ده اللي تحت ده، قلت لك سمك الاف ار بي 4 مللي، عرضه انا مديهولك عرض القطاع الخرسانه 25 سنتي نفس عرض الكاميرا، مديك اليانجز مودلس بتاع الاف ار بي 250 جيجا باسكال، اقصى سترين للاف ار بي 3%، يبقى دي بيانات الاف ار بي اللي انا حطيتها لك قدامي، وادي بيانات الخرسانه والحديد، ومديك السي اي والكي ام. كده المساله معطياتها خلصت. عايزك في المساله دي المطلوب تطلع المومنت قبل التدعيم وتطلع المومنت بعد التدعيم وتعمل لي التشيكات اللي انا بقول لك عليها. تعالوا ناخد الاول قبل التدعيم، قبل التدعيم بيفور سترينسنج، قبل التدعيم زي ما قلت لك نفترض ان هو داكتايل فيلير، احنا بنصمم قطاعاتنا كلها داكتايل، الاريا بتاعت الحديد اقل من البالانس سيكشن، فالجاما كونكريت 1.5 والجاما ستيل 1.15 من 100، ادي شكل الكاميرا وادي الفورس وادي الاسترين، الكومبريشنال على الخرسانه بيساوي التنشن على الحديد يبقى تلتين، اف سي يو اللي هي 25 على جاما كونكريت 1.5 في الاي في البي، البي اللي هي 250 مللي اللي هي 25 سنتي بيساوي الاريا بتاعت الحديد، انا مديك الاريا بتاعت الحديد 4 × 25، انا مديك في راس المساله القطاع ده متسلح 4 × 25، الاريا بتاعتهم 1963.5، في اف ييلد على جاما اس 400 على 1.15 من 100، ادي معادل الاتزان قبل التدعيم، مساله سهله جدا. هتطلع الايه؟ طلعت 245.9، وبالتالي يبقى الالتيميت مومنت عباره عن ايه؟ الاي اس في الاف ييلد على جاما اس اللي هو التنشن اللي في الحديد مضروب في دي ماينس ايه على الاثنين، دبس اللي هو 650، يطلع لك الالتيميت مومنت بوحدات ايه؟ نيوتن في ملي، نيوتن في ملي، اوعى تنسى. طبعا هيبقى رقم كبير قوي، نيوتن في ملي ده رقم كبير قوي. احنا عايزين نحول الكيلو نيوتن في متر. عشان تحول من نيوتن لكيلو نيوتن هتقسم على 1000، وعشان تحول من ملي لمتر هتقسم على 1000 كمان، يعني كان الرقم اللي طلع لك في الام يو الالتيميت مومنت هتقسمه على مليون، يديك الالتيميت مومنت ده 360 كيلو نيوتن في متر، 360 كيلو نيوتن في متر. ده المومنت اللي تقدر تشيله الكاميرا قبل التدعيم، مساله خرسانه سهله جدا جدا. طب بعد التدعيم، بعد التدعيم هيبقى عندي اف ار بي مش ستيل وخرسانه بس، هتلاقيني مديك في المساله الجامات اللي انا بجيبها من معادلات الكود اللي وريتها لك، جاما كونكريت 1.7، جاما ستيل 1.32، الجاما بتاعت الاف ار بي 1.7. ادي شكل الكاميرا الخرسانه اهي قدامك، نفس الكاميرا اللي فاتت بس لزقت عليها في التنشن سايد تحت اهو، الخط الاسود ده هو الاف ار بي، بليت الاف ار بي او اللامنه بتاعت الاف ار بي، الشريحه الشيت اللي انا لزقته عليها عشان يزود الكباست بتاعتها. وبالتالي شكل الفورس وشكل الاستريب اهو، ادي شكل الفورس في كومبريشن فوق على الكونكريت، في تنشن تي اس، في تي اف اي اللي هو الافكتيف تنشن في الاف ار بي. انا كاتبه تي اف ان هو تي اف اي.
وادي بعدها الاسترين هرسمه لك بوينت او 3، لان انا فارض ان الخرسانه هتوصل للكراشنج. وادي ايبسلون اس، وانا فارض ان الحديد مش هيوصل لليل. وادي الافكتيف سترين في الاف ار بي ايبسلون اف اي. تعالوا نجيب الثلاثه فورسز، الكومبريشن اللي على الكونكريت، والتنشن اللي على الستيل، والتنشن على الاف ار بي. الكومبريشن اللي على الكونكريت بيساوي تلتين الاف سي اللي هي 25 على جاما كونكريت، انا 1.7، اوعى تنسى. في الاي هتحط الاي بوينت 8 سي، في البي اللي هو عرض القطاع 250 مللي. وبالتالي يبقى الكومبريشن على الكونكريت كده خلص، وبدلاله السي في الاخر. تمام. التنشن اللي على الحديد، انا فارض ان الحديد مش هيوصل لليل، فالفرصة اللي عليه بيساوي الاريا في الاستريس، مفيش جاما هنا، مش بقسم على جاما، يبقى وهعمل تشيك عليه زي ما قلت لك. فتي اس بيساوي الاريا بتاعت الستيل اللي هي 1963.5، لان 4 في 25 الاريا، في الاستريس اللي في الحديد. الاستريس اللي في الحديد عباره عن اليانجز مودلس في الاسترين. اليانجز مودلس اهو قدامك 200,000 نيوتن بير مليمتر سكوير، لازم تكون حافظها. في الاسترين اللي على الحديد، الاسترين اللي على الحديد 0.003 في دي ماينس سي على سي، ديفس 650 كده. يبقى التنشن اللي في الستيل كله خلص وبدلاله السي، بس السي موجوده بسط ومقام. الفاكتور الثالث في معادله الاتزان الافكتيف تنشن تي اف اي، ازود الاي بس بايدك. تي اف اي عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا بتاعت الاف ار بي في الافكتيف ستريس. الاريا بتاعت الاف ار بي عباره عن العرض في السمك. انا مديك عرض الاف ار بي في راس المساله 250 مللي، نفس عرض الكاميرا، والسمك بتاعها 4 مللي. ادي الاريا. الاسترس في الاف ار بي عباره عن، قلت لكم، عباره عن الاي اف في الابسلون اف اي على جاما اف. اوعى تنسى الفرد السادس، الفرد السادس افكتيف ستريس في الاف ار بي بيساوي يانجز مودلس في الافكتيف سترين على جاما اف. جاما اف 1.7، واليانجز مودلس انا مديهولك في راس المساله بتاع الاف ار بي 250 جيجا باسكال، يعني 250,000 ميجا باسكال. احنا شغالين وحداتنا عدات المساله بالميجا باسكال، نيوتن مليمتر يعني. في الافكتيف سترين في الاف ار بي اللي هو 0.003 في اتش ماينس سي على سي، اتش اللي هو 700 مللي كده. يبقى التنشن اللي في الاف ار بي برضه بدلاله السي، والسي برضه موجوده بس ومقام زي التنشن اللي في الحديد بالظبط. عوض لي بقى في معادله الاتزان، الكومبريشن بيساوي مجموع الاثنين تنشن، واضرب المعادله كلها في سي عشان تطير السي اللي موجوده في المقام. اديك معادله من الدرجه الثانيه في سي، حلها عشان تعمل تشيك على الارقام، تطلع السي 434.75 مللي، وبالتالي تبقى الاي بوينت 8 منها على طول 347.8 مللي. انا ما يهمني قيمه السي، يهمني قيمه السي. قبل ما تطلع المومنت، احنا دلوقتي خلاص طلعنا قيمه السي، ودي اهم خطوه في المساله، عايزين نطلع المومنت. بس قبل ما نطلع المومنت لازم اعمل الثلاث تشيكات اللي بيقول لي عليهم الكود. التشيك الاولاني الاستريس اللي في الحديد يكون اقل من ايه؟ من الييلد على جاما اس. الاف اس اهو اي اس في ايبسلون اس، انا طبعا طلعت قيمه السي خلاص، فاقدر اطلع الاستريس اللي في الحديد طلع 298 نيوتن بير مليمتر سكوير، ده طلع اقل فعلا، اقل من اف ييلد على جاما اس. اوعى تنسى جاما اس هنا 1.32، اول مره يظهر الرقم ده. التشيك الثاني الافكتيف ستريس في الاف ار بي اي اف في الافكتيف سترين على جاما اف يكون اقل من ايه؟ من الالتيميت الستار على جاما اف. جاما اف 1.7، الالتيميت الستار عباره عن ايه؟ عباره عن السي اي في الالتيميت اللي هو مقاومه الشد بتاع الاف ار بي. السي اي بونت 9، طب مقاومه الشد بتاعت الاف ار بي اجيبها ازاي؟ ارجع تاني لمعطيات المساله. انا مديك اليانجز مودلس بتاع الاف ار بي 250 جيجا باسكال، والسترين 3%. طبعا احنا عارفين لما بنضرب اليانجز مودلس في السترين يديني مقاومه الشد. فالاف يو اللي هي اف اف يو اللي هي مقاومه الشد بتاع الاف ار بي عباره عن اليانجز مودلس اللي هي 250 جيجا مضروبه في 3% في السترين، يديك 750 يبقى بونت 9 7500 لما تحولها لوحدات بقى نيوتن وملي على 1.7،
التشيك التاني ده بالذات هتلاقيه بيحقق جامد قوي. التشيك التالت الافكتيف سترين في الاف ار بي، تاكد ان هو اقل من او يساوي الكي ام اللي هو الدينومينيشن او الديبوندنج ريدكشن فاكتور. قلت لك بيجي ازاي من الكود بس انا بديهولك اهو 0.9 في السترين الستار. السترين الستار اللي هو الكي ام السي اي، اسف السي اي في الالتيميت سترين السي اي 0.9 مديهولك الانفايرومنتال ريدكشن فاكتور في الالتيميت سترين 0.03 3%. فبرضه هتلاقي التشيك الثالث فادي الثلاث تشيكات هتحققها اهو، عشان وانت بتحل المساله لازم تعمل التشيكات دي عشان تتاكد ان هي اتحققت، فلازم تعمل التشيكات الا لو انا قلت لك في المساله ما تعملش التشيكات، نو تشيكس ريكوايرد. يعني ساعات بجيب لك مسائل واقول لك ما تعملش التشيكات، انما صح ان احنا نعمل الثلاث تشيكات بالشكل اللي انت شايفينه ده. بعد ما جبنا التشيكات دي اقدر بقى اجيب الالتيميت مومنت اللي يقدر يشيل القطاع بعد التدعيم، تي اس في دي ناقص ايه على 2 زائد تي اف اتش ماينس ايه على 2. تي اس عندي والتي اف عندي، وعندي الايه اللي هي بونت اي تي سي اللي انا جبتها، عوض بالارقام يطلع الالتيميت مومنت 420.2 كيلو نيوتن في متر. طبعا لو طلع لك المومنت زي ما قلت لك نيوتن في ملي هتقسم على مليون يطلع لك كيلو نيوتن في متر، وبالتالي يبقى المومنت اللي يقدر يشيل القطاع قبل التدعيم كان 360، لما بعد التدعيم اهو قدامك 420.2، النسبه بينهم اقل من 1.4. طبعا دي توصيه يعني مش شرط، عشان لو مش عامل فاير ريزيستنس، عشان لو مش عامل فاير ريزيستنس. يبقى كده جبت المومنت قبل التدعيم وجبت المومنت بعد التدعيم وعملت اللي تشيك كمان دوت، وعملت الثلاث تشيكات اللي بيقول عليهم الكود. زي ما قلت لكم الكي ام ده كفاكتور هتبص عليه من معادله الكود، معادله الكود بيديك معادله تجيب منها الكي ام ده، انا هبقى بديهولك طبعا في المساله انها معادله طويله، بس هو بيعتمد على ان في اي اف في تي اف بعد ما تجيبها اللي هو عدد طبقات التدعيم في اليانجز موديل في سمك الطبقه الواحده، تخش في المعادله تطلع منها كي ام، ده عشان ما يحصلش ديبوندنج او ديلامينيشن. هي انا اجيبها لكم اهي في الكود 107 ادي الكي ام اهي، ادي التشيك الافكتيف سترين في الاف ار بي اقل من كي ام في السترين الستار، وادي الكي ام اهي، هتلاقي معادلتين حلق حسب ان في اي اف في تي اف قيمتها دي اقل من او يساوي 180000 او اكبر من 180000، هنا في معادله وهنا في معادله، بس سواء المعادله دي او المعادله دي بتعتمد على ان في اي اف في تي اف، ان عدد الطبقات بتاعت الاف ار بي، اي اف اليانجز مودلس على الاف ار بي، تي اف سمك الطبقه الواحده. ده في المساله رقم في الصفحه رقم 107 من الكود. فده بالنسبه لي التدعيم في الانحناء، وادي سولفد اكزامبل. السولفد اكزامبل ده يا شباب انا حاططه لكم النهارده على ال ام اس، عشان مطلوب منك وانت بتذاكر المحاضره دي بعد ما تذاكرها وتسمعها، عندكم التسجيل بتاعها طبعا، وبعد ما تذاكرها كويس تحل المساله اللي انا بعتها لك اللي هي نفس المساله ديت، وتطلع نفس الارقام وتعمل التشيكات بتاعتك، مجرد انك تحلها يبقى انت كده ذاكرت الموضوع ده كويس. بعد ما تحلها تروح على الشيت فورا تحل المساله الثانيه في الشيت، السؤال الاولاني انتوا عارفين انه نظري، السؤال الثاني ده مساله تدعيم بتاعت كاميرات، فالمساله الثانيه في الشيت تتحل النهارده بعد ما تذاكر المحاضره دي طبعا. بعد ما تذاكر المحاضره وبعد ما تحل السولفد اكزامبل اللي انا مديهولك وبعتهولك على ال ام اس، بعد ما تذاكر المحاضره وتحل السولفد اكزامبل وتطلع نفس الارقام، تجري فورا تحل المساله رقم 2 في الشيت، مسائل التدعيم في الانحناء، تدعيم الكاميرات في الانحناء، مسائل سهله وبسيطه. محاضره النهارده سهله وبسيطه جدا جدا، لما تيجي تحل المساله هتكتشف ان هي بسيطه قوي سهله، بس المهم يعني تعمل الارقام صح وبالراحه. مهم قوي ان انت تاني تذاكر وتحل السولفد اكزامبل وتحل المساله بتاعت الشيت، عشان ان شاء الله الكويز الثاني هيبقى على الفليكتشر استرينزك، على الموضوع ده، يعني هيبقى مساله زي المساله اللي انت هتحلها زي السولفد اكزام اللي انا بعته لك مع اختلاف الارقام طبعا، وزي المساله الثانيه بتاعه الشيت. المهم قوي النهارده
تذاكر المحاضرة وتحل السولفد اكزامبل وتطلع نفس الأرقام وتحل المسألة التانية بتاعت الشيت، عشان الكويز التاني إن شاء الله هيبقى مسألة شبه المسألة التانية بتاعت الشيت أو شبه السولفد اكزامبل اللي أنا بعته. دي أحسن طريقة للمذاكرة. وأنتوا هتلاقي في مسائل التدعيم يا شباب بعد كده هبعت لكم مع كل محاضرة سولفد اكزامبل تحلوه، يعني النهارده التدعيم في الانحناء أنا بعت لكم سولفد اكزامبل على ال ام اس. لما اجي اديك تدعيم الشير هبعت لك سولفد اكزامبل، في الاعمده هبعت لك سولفد اكزامبل، وبعد ما تذاكر المحاضره اول حاجه تعملها تحل السولفد اكزامبل وتطلع نفس الارقام اللي انا مطلعها كده، تبقى ذاكرت المحاضره 100%. يعني في المسائل التدعيم هتلاقيني مع كل محاضره فيهم ببعت لك سولفد اكزامبل، انا حاطه على ال ام اس، يعني قلت بدل ما ابعته لعمر محطوط على ال ام اس. كده يبقى محاضره التدعيم في الانحناء خلصت. مطلوب منكم ان انتوا تذاكروها كويس قوي النهارده. حاجتين مهمين بس عايز اقوله لكم قبل ما اخلص المحاضره. الحاجه الاولانيه معلش السبت الجاي مفيش محاضره، انا بعتذر لكم لظروف شخصيه، السبت الجاي مفيش محاضره طبعا، واللي بعده ده اسبوع العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. من فضلك يا عمر تبقى تكتب للزملاء على الجروب كده السبت الجاي اللي هو هيبقى 23/4 مفيش محاضره. تمام. وبعد كده طبعا اسبوع العيد كل سنه وانتم طيبين، مش هديكم محاضره في العيد طبعا. فاول محاضره لينا بعد النهارده المحاضره الجايه على طول هتبقى المحاضره اللي بعد العيد اللي هي يوم 7/5، السبت 7/5. دي المحاضره الجايه على طول. المحاضره الجايه اللي هشرح فيها تدعيم الاعمده وهديكم برضه سولفد اكزامبل، واللي وراها تدعيم القصه وهديكم سولفد اكزامبل. فالمحاضره الجايه تدعيم الاعمده 7/5، يعني كان مفيش محاضره في رمضان تاني، لان الاسبوع الجاي خلاص انا عندي ظرف شخصي واللي بعده العيد. طبعا المحاضره اللي بعد العيد دي هتبقى في المواعيد بقى العاديه بتاعتنا، مش الساعه 11، اعتقد كانت 12:30، صح يا عمر ولا انا ناسي؟ مظبوط يا دكتور، 12:30 ان شاء الله. تمام. فالمحاضره الجايه ان شاء الله هتبقى يوم 7/5، من هنا ليوم 7/5 مطلوب تذاكر المحاضره بتاعت النهارده والاسبوع اللي فات كويس قوي، وتحل السولفد اكزامبل تاني وتحل المساله التانيه بتاعت الشيت. انا هنزل الاتندنس اهو. دكتور احنا كده فاضل لنا محاضرتين بس يا طب. ان شاء الله، لا ثلاثه، محاضره تدعيم اعمده ومحاضره تدعيم قص ومحاضره الاجابه على اسئلتكم في الشيت التاني، محاضره الاجابه على اسئلتكم في الشيت التاني. انا طبعا يعني المحاضره الاجابه على اسئلتكم انا عارف في الجزء بتاع التدعيم، لاني ببعت مع كل محاضره سولفد اكزامبل، فبيبقى الناس ما عندهاش اسئله، بس يعني جاست ان كيس يعني. فان شاء الله باذن الله بعد العيد هيبقى في يوم 7 محاضره هتبقى تدعيم الاعمده لو عشنا يعني، يوم 14 في محاضره تدعيم القص، وبعد كده محاضره اللي عنده سؤال لا اكثر ولا اقل يعني. فالمهم بس اللي يهمني دلوقتي ما تنسوش ان المحاضره الجايه هتبقى يوم 7/5. الحاجة الأخيرة برضو قبل ما أخلص كلامي، الميد تيرم طبعا أنتوا خدتوا درجاته، يعني الدرجات كويسة مش وحشة، بس يعني كان نفسي تكون أعلى من كده. الإحصائية اللي أنا عملتها هي قدامكم هي يا شباب، يعني مش حلوة قوي بس مش وحشة قوي. أدي الإحصائية، أنا طبعا كان يهمني الدفعة كلها تجيب 20 من 20، في 23 طالب فعلا جايبين 20 من 20. يعني طبعا أنتوا عددكم 109 طالب، في طالبة غابت اسمها أهلة، إنما 108 طالب حضر، 23 طالب جابوا 20 من 20، ده رقم ممتاز طبعا. في 17 طالب جابوا 19 وده ممتاز، في 16 طالب جابوا 18 وده برضو كويس قوي، 6 طلبة جابوا 17 و12 طالب جابوا 16 و9 طلبة جابوا 15. لحد كده أنا بتكلم في 3 أرباع الدفعة، يعني 15 فما فوق. اللي بقى بيزكوا او بيعرجوا في الماده ما يعني ما بيذاكروش، واعتقد ان هم ما بيحضروش محاضرات، في 2 طلبه جايبين 14 و7 جايبين 13 و2 جايبين 12 و3 جايبين 11 و11 طالب جايبين 10. دي الاحصائيه بس بتاعت الميد ترم عشان تبقوا عارفينها، يعني اتس نوت ذات جود بس اتس نوت باد، يعني في مجموعه كويسه بتذاكر كويس. انا زي ما وعدتكم الميد ترم في مسألة منه، ده يعني عشان الدفعة أنا شايفها دفعة محترمة ومؤدبة، الدفعات المحترمة المؤدبة. يعني الميد ترم بحب أجيب منه، أنا قلت لكم الكلام ده يوم الميد ترم، بحب أجيب منه مسألة في الفاينل، فورقة الميد ترم ما ترميهاش حتى لو أنت جايب درجة وحشة،
حلها تاني لو سمحت، استعدادا للفاينل، استعدادا للفاينل. يعني شوف اخطائك ايه، من ان انت تشوف اخطائك وتصلحها وتحل صح، وتحل صح. مفهوم يا عمر؟ اه تمام يا دكتور. تمام. محاضرة النهاردة، الكلام اللي قلته، حد عنده في اي سؤال يا شباب يفتح السبيكر واسألني زي ما انت عايز. تمام، اشوفكم كده ان شاء الله يوم 7/5، اشوفكم يوم 7/5 عشان اشرح لكم التدعيم الاعمدة باذن الله ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب، وكل سنة.